فجماعة التبليغ ما لم يخرج من دعوته بالعلم الصحيح المشتري لكتاب السنة فضررهم أكثر من نفعهم، ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه. لهذا أنا أنصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولا تلاوة القرآن الكريم، تلاوة لا يستجيب تلاوة القرآن، ثانيا أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه، ثالثا أن يتفقهوا في السنة. لا هم شأنهم في هذا شأن جماعة الإخوان المسلمين، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي، وإنما المقصود إيش؟ التكتيل والتجميع. وكل مين يقول عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه. أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.